أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، والبداية من موقع صحيفة عربي 21، ونقرأ منه مقالا بعنوان فرضية الانقلاب في العراق للكاتب جاسم الشمري. يقول فيه: التاريخ العراقي الحديث مليء بالانقلابات العسكرية، والعراقيون متعايشون مع الانقلابات منذ عشرينيات القرن الماضي، ويقال بأن انقلاب الفريق بكر صدقي في عام 36 و900 ألف يعد أول الانقلابات العسكرية في الوطن العربي. وخلال مراحل الاحتلال أجريت العديد من الانتخابات، أنتجت حكومات مترهلة لم تتمكن من بناء عراق رغم الدعم الأمريكي والغربي والإمكانيات الهائلة التي تمتلكها. واليوم وبعد أكثر من عقدين صرنا نسمع بتصريحات شبه رسمية وغير رسمية عن تغيير أو انقلاب في العراق، وبعد أن دخلت البلاد في عام 2003 مرحلة مظلمة وقاسية لا يمكن تسميتها بالانقلاب، بل هي وفقا لكافة العهود والمواثيق الدولية مرحلة احتلال قاتلة سحقت ملايين الناس تحت الأرض وفوقها. قد يكون السياسي فائق الشيخ علي أول من تحدث عن انقلاب أو تغيير في العراق بعد العام 2003، حين أكد أن العام 2024 أقصى موعد لإسقاط النظام السياسي العراقي الحالي. وأضاف الكاتب: إن كلام فائق الشيخ علي ربما يكون حقنة تخديرية طويلة الأمد للحالمين بالتغيير. وهنالك من يدعي بأن زعماء بغداد تلقوا قبل أيام رسائل أمريكية تدعوهم لعدم الانجرار إلى الصراع المحتمل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وتحذرهم من انهيار وشيك لنظام الحكم، وأن الغرب يفكر بجدية في تغيير المشهد السياسي بعد أن تأكدوا من تبعيته لإيران. وأشار الكاتب إلى أن الدول العادلة لا تخاف من الانقلابات لأن الجماهير غالبا ستدافع عنها، والدول الظالمة ستجد أن المواطنين سيساندون أي محاولة للتغيير ولو كانت هامشية. وهذه جميعها دلالات واضحة على وجود مخاطر ومخاوف مؤكدة وسرية تناقش خلف الأسوار العالية والمغلقة. فهل الانقلاب المحتمل سيكون عراقيا خالصا أم سيكون بدعم أجنبي؟ أم هي مجرد أوهام وأحلام تهدف لتخدير الناس وإدخالهم بمرحلة سبات جديدة؟ وإلى صحيفة الميثاق الوطني العراقي، قرأنا فيها مقالا بعنوان 505 سجناء أمريكيين في العراق من توارثها، للكاتب وليد الزويدي. يقول فيه: توارثت الحكومات في بغداد 505 سجنا أمريكيا تتوزع بين معسكرات كبيرة للاعتقال مثل بوكا وكروبر والحماية القصوى، وسجون كبيرة شديدة التحصين في القواعد العسكرية الكبيرة مثل قاعدة التاجي وعين الأسد والبكر، والقواعد الأخرى المنتشرة من شمال بابل حتى كركوك والموصل وصلاح الدين والأنبار وغيرها. وتوجد معتقلات وأماكن احتجاز وسجون في المناطق التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، حيث زجت تلك القوات أعدادا هائلة من العراقيين في هذه المعتقلات والسجون. وكلما اشتدت قوة سلاح المقاومة ضد تلك القوات، كلما أمعنت قواتهم في زيادة أعداد المعتقلين الذين أصبحت أعدادهم بالملايين طيلة تواجد تلك القوات حتى نهاية العام. معدل الأعداد في السجون الأمريكية والحكومية لم يقل عن 750 ألف معتقل، وفي بعض الأوقات تجاوز العدد ذلك. طبعا حصة الأسد من المعتقلين طالت الأبرياء من العراقيين، ومن بين المعتقلين الكثير من ضباط الجيش السابق، وبدون شك كان من بين هؤلاء العديد من المقاومين الذين كانوا يشنون هجمات شرسة ضد قوات الاحتلال الأمريكية. وأضاف الكاتب: إن الأجهزة الأمنية تمارس الاعتقالات الواسعة والتحقيق والتعذيب وتجنيد المخبرين السريين الذين قدموا وشايات بعشرات الآلاف، وتبني لجان التحقيق على تلك الوشايات المفضوحة، ويمارس المحققون أبشع الوسائل في التعذيب. ثم يأتي دور القضاء
ليحكم بالسجن المؤبد والأكثر بالإعدام، لتمتلئ السجون الحكومية بهؤلاء. ولبشاعة ما حصل يصرح برلمانيون وحكوميون وسياسيون بأن نسبة كبيرة من هؤلاء أبرياء، وأن التعذيب كان وسيلة تدوين ما يريده المحقق من العراقيين. والمعضلة الكبرى أن السجون تغص بالأبرياء، والقضاء مستمر في إصدار الأحكام، ووزارة العدل تنفذ الإعدامات، ويتحدثون عن عفو ويستعجلون تنفيذ الإعدامات. أما صحيفة المدى نشرت مقالاً بعنوان العميل كوديا للكاتب علي حسين، يقول فيه: أتابع مثل جميع سكان بلاد الرافدين الصولات التي يقوم بها البعض ضد تاريخ هذه البلاد. فبعد أن طالب البعض بطرد أبو جعفر المنصور من بغداد، فيما اقترح عدد من الجهابذة أن يستبدل اسم شارع الرشيد الذي تحول في السنوات الأخيرة إلى خرائب، حيث يرى البعض أن الحل الأسهل لمشكلة الكهرباء وغياب الخدمات وارتفاع نسبة الفقر ومعها البطالة هو إشغال الناس بمشاهد مأساوية تثبت للعالم مستوى الجهل الذي حط رحاله في ربوعنا. وكان آخر المشاهد القرار الذي أصدرته إحدى البلديات في محافظة ذي قار برفع تمثال للملك السومري كوديا من إحدى الساحات بحجة أنه صنم. الخبر الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مواطنون عراقيون عن مشاعر الأسى وهم يشاهدون رافعة تزيل النصب كوديا من مكانه، لم يلقى اهتماما من الجهات الرسمية. فماذا يعني رفع تمثال لرجل عاش قبل أكثر من 2000 عام؟ لكننا يا سادة يمكن أن نرفع السيوف في وجه البعض ونشعل الحرائق الطائفية من أجل أحداث مرت عليها مئات السنين. وأضاف الكاتب: وأنا أنظر إلى الهجمة التي قادها أعضاء المجلس البلدي ضد نصب كوديا، تذكرت أن العراق ذات يوم كان يزهو بأعمال محمد مكية ورفعة الجادرجي، ومعهما الجيل العملاق ممن يملؤون مدن هذه البلاد بحضورهم وصخبهم. فلم يبقى اسم لامع إلا وأراد أن يضم إلى سيرته منجزا يقدمه إلى بغداد، وتحول العراق إلى منارة تتلاقى فيه الحضارات وتتنافس عليها الأحلام والآمال. ذلك عصر كان منظروه يريدون لهذه البلاد أن تكون بلادا متعايشة متسامحة، تعبق بألوان لوحات فائق حسن وعطى صبري وفرج عبو وأيقونة جواد سليم نصب التحرير، ولم يكن يدور بخلد هؤلاء أن تتحول مدن العراق إلى خرائب. وفي موقع جزيرة نت وجدنا مقالا منشورا بعنوان إسرائيل تعيد تعريف المسلمين في المسجد الأقصى، كتبه عبد الله معروف. جاء فيه: عندما هرع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري إلى المنطقة عام 2015 إبان انطلاق هبة السكاكين في القدس، كان أحد أهم بنود ما عرف بتفاهمات كيري هو إعطاء حق الصلاة في المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وإعطاء حق الزيارة لليهود. ولعل هذا البند كان أحد أخطر البنود التي شكلت انتهاكا صارخا للوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتغييرا جذريا للأوضاع التي عاشها المسجد منذ الاحتلال. للأسف مر هذا البند على الرسميين العرب في تفاهمات كيري، وتم إقراره في ذلك العام ليتحول وجود المستوطنين في المسجد الأقصى منذ ذلك التاريخ بصفتهم زوارا أو سياحا إلى حق متفق عليه، بعد أن كان مفروضا بالقوة من قبل الاحتلال منفردا منذ عام 2003. تمت خلال الحرب الحالية على قطاع غزة تأدية أغلب الطقوس الدينية التوراتية داخل المسجد الأقصى المبارك خلال المناسبات الدينية اليهودية بشكل علني، كما أن إقدام إسرائيل على تغيير تفاهمات كيري في فرض حق الصلوات والتعبد لليهود في المسجد الأقصى لا يعني أنها تريد تحويل الأقصى إلى مقدس مشترك بالتساوي بين المسلمين واليهود.
بل ترى ضرورة تقييد حرية العبادة الإسلامية في المسجد الأقصى في مقابل فتحها لليهود، وذلك للوصول إلى نقطة تعادل بين الطرفين تبدأ بعدها بتغليب الاعتبار اليهودي على الإسلامي وجعل الاعتبارات الدينية اليهودية في المسجد الأقصى هي الأصل. ولتنفيذ هذا الهدف يجب تقليل نسبة وصول المسلمين إلى أدنى حد ممكن، بينما شكل المسلمون من حملة الجنسيات الغربية حالة فريدة، حيث عملوا على تكثيف وجودهم لتعويض النقص الحاصل بسبب التضييق على الفلسطينيين. لذا بدأت إسرائيل بسياسة جديدة حيال المسلمين البريطانيين، تقضي بمعاملتهم على أنهم سياح وليسوا مسلمين، وهكذا بدأت تطبيق تفاهمات كيري عليهم، والتي تنص على السماح للمسلمين بالصلاة والسماح للزيارة في أوقات محددة. ولأن مسلمي بريطانيا أصبحوا سياحا فحسب، فلم يعد دخولهم لأداء الصلوات الخمس مسموحا. وننتقل لصحيفة الاندبندنت، وقرأنا فيها مقالا بعنوان: هل يخدع خامنئي الغرب مجددا؟ كتبه خالد اليماني، نقرأ فيه: أمثال بشكيان بسجلهم الممتد في خدمة النظام يوضعون في أعلى المناصب بحسب حاجة النظام، ولا ينبغي لأحد أن يعقد عليهم الآمال في إجراء إصلاحات حقيقية في بنية النظام الإيراني وتحسين سجل حقوق الإنسان السيء في إيران، إنما هي انحناءة ضرورية يقدم عليها خامنئي حتى تمر عاصفة الغضب والاستنكار الدولي. فالمرشد الإيراني ورأس دولة الملال على علي خامنئي يفوق في شطارته تاجر السجاد الفارسي، فهو يبيع سجادته مرتين، مرة لتسويق جودتها العالية ومرة بحكاية السجاد المليئة بالتشويق، وفي كلتا الحالتين يكسب تاجر السجاد خامنئي لسذاجة المشتري الغربي الذي يصدق الحكاية ويأكل الطعم في كل مرة. وتتكرر هذه اللعبة لأعوام طويلة في علاقة إيران بالدول الغربية منذ ثورة الملال في عام 79 و900 ألف، مروجة لديمقراطية المرشد المفرغة من المحتوى. عبرت كبريات الصحف الأمريكية عن مخاوف وشكوك حول قدرة أي رئيس في إيران على إحداث تغيير حقيقي في سياسات النظام الصارمة والعدائية، مع استمرار انتهاكاته لحقوق الإنسان وقمع الحريات العامة ومواصلة تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة. فلا يوجد مؤشر في تاريخ دولة الملال يلمح إلى أن النظام مستعد لتغيير سياساته الداخلية القمعية أو أيديولوجيته التوسعية في المنطقة. وعلى النقيض من مقاربة الإعلام الأمريكي، واصل البيت الأبيض مقاربته التقليدية تجاه إيران، مبدياً انفتاحاً على إمكانية الحوار ودعم الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف التوترات الإقليمية ورفع العقوبات، مع الإشارة إلى أن أي تحسن في العلاقات يتوقف على خطوات ملموسة من الحكومة الإيرانية. ويضيف الكاتب إن الموقف الأمريكي الرسمي وجد صداه سريعاً في الضفة الأخرى من الأطلسي بإعلان الاتحاد الأوروبي موقفاً مشابهاً للموقف الأمريكي. وهكذا يواصل النظام الإيراني لعبته في كل مرة، إذ يرمي شباكه في مياه الغرب المرتبكة ويصطاد حكوماته بالطريقة القديمة نفسها التي خبر الملال لعبها واعتادت دول الغرب الوقوع فيها المرة تلو الأخرى. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
نتابع الآن بعض صور الكاريكاتور التي اخترناها لكم من صحف اليوم. وإلى صور اليوم، حيث نشرت وكالة الأناضول خبراً بالصور يتحدث عن تحقق أقصى درجات الإبداع عندما يتميز الإنسان بموهبة اكتسبها بنفسه وأتقنها بأعلى درجات الاحتراف دون أن يكون لأحد دور في ذلك، كما فعلت الأردنية مريم الخرابشة بعد أن استطاعت أن تفرض نفسها بإجادتها لفن صعب يحتاج إلى دقة متناهية تتمثل برسم البورتريه. مريم الخرابشة البالغة من العمر 24 عاماً تحدت ظروف الحياة الصعبة لتتمكن من إكمال دراستها الجامعية في تخصص الكيمياء، مستعينة بعشرات اللوحات من البورتريه لتصبح مقصداً للراغبين برسم صورهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وصل إنتاجها لما يزيد عن 90 لوحة فنية. نتابع الآن فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. هلقيت احنا عايشين بنستخدم مية البحر للأكل، لكل إشي بنستخدم مية البحر، لكل حاجة، لكل إشي. التهان ما بصلش ولا أي إشي، دعم في الشيء، إنك تحس إنك في حد بدعمك، حدا واقف جنبك من الدول، ولا حدا بيقف جنبك. من زمان احنا من غزة لمنطقة خان يونس، من خان يونس لرفح، من رفح نزلنا لخان يونس، ما لقيناش منطقة لجوء إلى مينا. هنا ساكنين في مينا تلسان، لا تواجد عندنا لا ماء ولا طعام ولا أي حاجة، زي ما أنت شايف حتى خيامنا كلها أكياس نايلون. هذا إحنا انجبرنا نسكن في المينا نفسها، يعني فيش منطقة نسكن فيها غيرها. نجلي ونغسل في مية البحر، مش نلاقيين مية للشرب نغسل منها. نلتقيكم على خير مشاهدينا، وإلى اللقاء.